الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة في بطولة الدوري إلى الآن بعد مرور أربع جولات يبحث عن تحقيق نقطة بعد نهاية هذا اللقاء في مواجهتي أمام النادي الأهلي. كرة بمحاولة لمصلات يوم مصلات في الجهات اليمنى البحث عن فرصة عن تهديد لمرمى يوسف حسن. ملعوبة الكرة الماضية وصلت إلى أنس مبارك. تغيير الاتجاه اللاعب في الجهة اليسرى يتقدم عمر يحيى. عادة المحاولة لعمر البحث عن الكرة العرضية. عودة من المحاولة الماضية وصلت إلى محمود المواس يسدد. الله 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 من الضربة الأولى من المحاولة الأولى المواس يقطع الشك باليقين ويسجل يضع كرة في شباك يوسف حسن. الكرة والمحاولة الماضية الله عليك يا عيني عليك يا محمود يا ابو الموز في اللقطة الماضية على طريقة الكبار وهو احدهم يسجل في مرمى يوسف حسن كرة من خارج منطقة الجزاء ويحمد الله على هذه الكرة وعلى هذا الهدف الاول في مباراة